إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فاتقواه فإن تقواه فلاح للعبد في الدنيا والآخرة. أيها الموحدون، مواسم الخير تتوالى على المسلمين في كل عام، يجتهد المسلم فيها بالطاعات من صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى. فشهرنا هذا شهر شعبان من الشهور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالطاعة والعبادة. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية عند النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، كان يصله برمضان. وفي هذا الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه بالطاعة من صيام وغيره حتى يتهيأ ويستعد به لرمضان. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين أيضا رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. قال ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على رياض الصالحين على هذه الأحاديث قال: هذه الأحاديث تدل على فضل صيام شعبان تمهيدا لرمضان يصومه كله أو يفطر منه قليلا. We said, brothers and sisters, praise Allah subhanahu wa ta'ala and fear Him. We mentioned that the seasons of goodness and blessings, Allah subhanahu wa ta'ala legislated them so that people renew their iman, renew their deen. By rushing and hastening in doing righteous good deeds in abundance, from siyam and sadaqah and salah. The month that we are in is the month of Sha'ban, the month that is just before the month of Ramadan. It is one of the months that the Prophet ﷺ used to do righteous good deeds in abundance. Under the authority of the mother of believers, Aisha radiallahu ta'ala anha wa radaha, she said, I never saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam fast a complete month except Ramadan, and I did not see him in a month fasting so much other than Ramadan than the month of Sha'ban. In a narration, this hadith is collected by Al-Bukhari and Muslim.
In another narration by Imam al-Nasa'i, she said, رضي الله عنها, the most beloved month to the Prophet صلى الله عليه وسلم in fasting other than Ramadan was the month of Sha'ban. He used to connect it with Ramadan. And in Sahih Muslim, under the authority of the mother of the believers as well, رضي الله عنها, she said, the Prophet صلى الله عليه وسلم used to fast all of Sha'ban or leave a few days from it. Commenting on those ahadith, Al-Allama Ibn Baz, may Allah have mercy on him, he says that these ahadith show the virtue of fasting the month of Sha'ban, fasting all of it or almost all of it. أيها المؤمنون خرج الإمام النسائي وأحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وفيه قلت يا رسول الله لما أراك تصوم من الشهور قال يا رسول الله ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وهذا حديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليهم أجمعين قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فيه دليل على استحباب عمارة أوقات فيه دليل على استحباب عمارة أوقات الغفلة بالطاعة وأن ذلك محبوب لله عز وجل كما كان طائفة من السلف رحمهم الله يستحبون إحياء ما بين العشاء ما بين العشاءين بالصلاة يعني ما بين المغرب والعشاء ويقولون هي ساعة غفلة وهي كذلك الناس بين المغرب والعشاء يعني يضيعون الأوقات حتى يأتي وقت العشاء ولذلك وكذلك فضل القيام في وسط الليل المشمول بالغفلة لأن أكثر الناس غافلون عن ذكر الله في ذلك الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الليلة فكن ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل وإنما علل ترك ذلك خشية المشقة على الناس ولما خرج على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في أوقات أو في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له سبحانه وتعالى انتهى كلامه رحمه الله تعالى We said, under the authority of Usama ibn Zayd, may Allah be blessed with, may Allah tabarak wa ta'ala be pleased with both of them. He said in this hadith, Ya Rasulullah, how come I see you fast in Sha'ban, this month more than any other month? He said, sallallahu alayhi wa sallam, because this month people are unaware of. It comes between Rajab and Ramadan. He said, sallallahu alayhi wa sallam, in this month, Allah tabarak wa ta'ala raises the actions and the deeds of the people. They ascend to Allah subhanahu wa ta'ala. He said, sallallahu alayhi wa sallam, and I want my actions and deeds to ascend while me being fasting. Al-Hafidh ibn, and this hadith is collected by Ahmad al-Nasai and authenticated by al-Albani. May Allah have mercy on them all. Commenting on this hadith, al-Imam ibn Rajab, he said, rahimahullah ta'ala, this hadith shows the importance of remembering Allah subhanahu wa ta'ala in times when people are unaware. Shows the excellence of this. And he said, rahimahullah ta'ala, that's why the majority of the ulama and the righteous predecessors, rahimahumullah ta'ala, used to love to sit in the masjid between Maghrib and Isha for remembrance and doing righteous good deeds. And they would say that usually it's the time when people are unaware. And it is indeed, people after Maghrib, they go and do something just to kill time, as they say, so that Salat al-Isha can come around. And he said, rahimahullah ta'ala, you see, performing the night prayer or delaying Salat al-Isha until the middle of the night is the best. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam performed it a few times. And then he left it
So that he doesn't want to make it difficult upon the people. But he said to them, sallallahu alayhi wa sallam, no one right now is waiting for Salat al-Isha on earth except you. He commented, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, by saying, this is clearly a sign of the virtue and excellence of performing ibadat that have been legislated by Allah subhanahu wa ta'ala during the time when people are unaware. أيها الموحدون هناك من الأمور ومن الشرائع بل من العبادات التي لم يأذن بها الله تبارك وتعالى ولم يشرعها يقوم بها الناس في أوقات وفي شهور مخصوصة ومن ذلك قيام ليلة النصف من هذا الشهر قيام ليلة النصف من شعبان وإحياؤها جماعة في المسجد بالبخور والأكل والأناشيد والغناء والرقص الصوفي فكل ذلك مما لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم قالوا رحمهم الله ذلك كله بدعة وقال أيضا رحمه الله قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال إمام لبنان الأوزاعي رحمه الله تعالى يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهو الأقرب إن شاء الله فالواجب الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا We mentioned, brothers and sisters, that there are many acts of worship that Allah تبارك وتعالى did not legislate in which people perform them in specific times. From them is praying the night prayer and congregation in the masajid in the middle of this month, the month of Sha'ban. People congregate, make up stories, pray together, have anashid, have the Sufi dancing. All of this has not been legislated by Allah subhanahu wa ta'ala or His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala said, praying the night of the middle of the month of Sha'ban and doing all these acts of worship, he said this has been denied by the majority of the scholars of Hijaz. From them is Ata and Ibn Abi Mulaika. And he said Abdul Rahman ibn Zayd ibn Aslam, may Allah tabarak wa ta'ala be pleased with him, is upon this opinion and he is from the scholars of Medina. And this is the opinion of Malik and his students. They said all of this is innovation. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala continues on by saying, performing night prayers during the middle of Sha'ban, there is nothing authentic on the behalf of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam or his companions. We mentioned the statement of Al-Awza'i, may Allah tabarak wa ta'ala have mercy on him. He said, what people do congregate in the middle of Sha'ban in the masajid, mention stories and make dua together. He said, all of this has no basis and foundation in Islam. If a person was to pray at home by himself, and this is his norm, then there is no issue with it. But congregating in the masjid, doing it collectively, he said this has no foundation and no basis in Islam. And Al-Awza'i rahimahullah ta'ala was the Imam of Ahl al-Sham during his time. And it was mentioned that he had more knowledge than all four of the Imams of the Madhahib. May Allah have mercy on him. We said, therefore, ya ikhwa, it is obligatory upon us and incumbent upon the Muslimin to stick to the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. As Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma said, every innovation is a misguidance even if people thought of it to be good and to be righteous. من كلام الأئمة والعلماء فيما يحصل في هذا الشهر الفضيل من بدع قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله وهو تابعي كبير وأبوه صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه قال لم أدرك أحدا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفت إلى ليلة النصف من شعبان
ولم أدرك أحدا منهم يرى لها فضلا على سواها من الليالي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صوم يوم النصف أي من شعبان لا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المبتدعة التي لا أصل لها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومن البدع، أي قال ومن البدع الالتزام بالعبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. We mentioned some of the statements of the righteous predecessors رحمهم الله تعالى. We said عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, who is a tabi'i and his father was a sahabi, he said رحمه الله تعالى that I never witnessed any of my mashayikh, never heard any of the mashayikh or the fuqaha who cared about the night of the middle of Sha'ban. And then we mentioned the statement of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. He said, there is no doubt that fasting the middle of Sha'ban, the 15th day, he said, has no foundation in Islam. He said, rather it is forbidden to fast it by itself. He said, also making a season out of the middle of Sha'ban, fixing food and wearing nice clothes and coming specifically to the masjid, he said all of these are baseless in Islam and are newly invented matters. And then we mentioned the statement of Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, said, he said that from the innovations is people performing specific acts of worship in specific times that have no base and foundation of Islam. He gave an example to this. He said fasting the middle of this month, Sha'ban, as well as congregating for the night prayer in the masajid. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أيها الموحدون, اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم بعد انتصاف الشهر شهر شعبان لمن لم تكن له عادة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني. وعنه رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه. أخرجه البخاري ومسلم. We mentioned, brothers and sisters, that the Prophet صلى الله عليه وسلم made it forbidden to fast past the middle of this month for whoever did not have a norm of doing so. Meaning if a person, ya ikhwa, his norm was not to fast the last 10 days of the month or the last week of every month. Some people, mashallah, they do optional fasting throughout the whole year. The last 10 days, last week or so, they fast of every month. The Prophet ﷺ made it forbidden to fast the second half of this month for whoever did not have the norm and whoever was not used to fasting. We mentioned the hadith that is reported by Abi Hurairah, may Allah be pleased with him. He said the Messenger of Allah ﷺ said, if the first half of Sha'ban is gone, then one should not fast. This hadith is collected by Imam al-Tirmidhi and authenticated by al-Albani. And he said, sallallahu alayhi wa sallam, in the other hadith that is agreed upon by Bukhari and Muslim, he said, one should not fast a day or two before Ramadan, except a person who had the norm of doing so, then he should or he could fast. This hadith is agreed upon and from the narration of Abi Huraira as well. وَأَمَّا صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِ فَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ بِلَا خِلَافٍ. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: واعلم أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال في ليلته بغيم أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان. والحديث وما معناه يدل على تحريم صومه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الناس يا إخوة قبل ما يدخل رمضان بيومين أو ثلاث أو ليلة يقول نصوم هذا يوم الشك، لأنه ما نعرف ممكن الرؤية صحيحة الرؤية خاطئة، ونصوم نحن. وإذا كان قبل رمضان، إذا كان شعبان 30 الحمد لله جبناها، وإذا كان شعبان 29 الحمد لله إحنا صمنا. وفي الحقيقة يا إخوة الدين ليس مبني على هذا الشك. عندنا شرائع: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، يعني شعبان جاء يوم شعبان 29 ليلة 30 رأينا الهلال غدا رمضان، ما رأينا الهلال كان في غيم، نكمل شعبان أنه 30 ثم نصوم بعده رمضان. أما الدين يكون فيه شك فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. وهذا مشهور عند العوام، يصومون قبل رمضان بثلاث أيام أربع أيام أسبوع، قال لك إذا جاءت الرؤية صحيحة الحمد لله، ما جاءت أنا صمت. هذا الكلام يا إخوة غير مقبول في شريعة الله تبارك وتعالى. Fasting a couple of days, one day or two days before Ramadan is absolutely forbidden. It is called the day of shak. People are not, the day of uncertainty. They're not sure. They say, we don't know if tomorrow is Ramadan or Sha'ban, we'll fast anyways. In reality, this is forbidden. Ammar bin Yasir, may Allah tabarak wa ta'ala be pleased with both of them, he said, whoever fasts the day of uncertainty, he has definitely went against the commandments and orders of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abul Qasim. Al-Imam al-San'ani, rahimahullah ta'ala, he said in commenting on these ahadith, he said, the day of uncertainty is a day or two before Ramadan. The people cannot see the moon. There's no sighting because maybe it is cloudy. On the 30th or the 29th of Sha'ban, the 29th, the night of the 30th, people look for the moon, for the crescent, the new moon. If they don't see it, they should complete Sha'ban 30 and then fast Ramadan afterwards. Because the deen, ya ikhwa, is based on the sighting of the moon, sighting of the new moon, the crescent. If we see it, we fast Ramadan. If we see it, we stop fasting and we start Eid. We start the month of Shawwal. That's how the religion is based on. It's based on the sighting. It's not based upon uncertainty. فاشتهدوا ولا تفرطوا أيها الأحبة، بادروا بالطاعات والقربات. قال سلمة بن كهيل رضي الله عنه ورحمه: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء، وكان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق متجرته وتفرغ لقراءة القرآن، وكان يقول طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. هذا الشهر يا إخوة تجد كثير من الإخوة يعني يمروه، حتى يعني متى يأتي رمضان، وقول شهر شعبان نايم ما في مسجد، قال إن شاء الله لما يأتي رمضان نأتي الصلاة، لما يأتي رمضان، متى يبدأ رمضان نأتي المسجد إن شاء الله، تراويح وعبادة وكذا، لكن في شعبان فرط. وفي الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم مهم، قال شهر يغفل عنه الناس. A person who was to rush and hasten and do righteous good deeds as much as he can in this month, and do not fall lazy. We mentioned some of the statements of the ulama, such as Suhail ibn Salama ibn Kuhail and Habib ibn Abi Thabit and Amr ibn Qais. They would say the month of Sha'ban is the month of Quran, the month of recitation, the month of reciting the Quran. And Amr ibn Qais, he was a merchant. He used to close his place and say, indeed, the one who is successful and the one who is the winner is the one who prepares himself before the month of Ramadan. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله